ورد مخصص للتجميل، كاين تقطير ديال الورد كيتقطر بواحد الاله سميتها القطاره. هاد الاله كنتجو بها ماء الورد المقطر الطبيعي اللي هو سيرتيفي، وكنتجو بها الزيت اللي هو نباتي ويل فيجيتال، وكنتجو بها الزيت الاساسي ويل اسونسييل. كنحتاجو واحد 4 طوان ديال الورد باش نتجو واحد الكيلو ديال الزيت الاساسي ديال الورد. كتمتاز انها فعاله والاصل ديالها طبيعي، كنتجوها بخلاصات الورد البلدي المقطر، وكتستعمل استعمال خارجي لتجميل الذات وتجميل الوجه، وعندها الفعاليه وكتعطي النتيجه ديالها في الحين. بالنسبه للمطبخ المغربي الاصيل، كاين اللي كيستعملوا هذا الورد لي بوطون ديال الورد، كاين اللي كيستعملوا في اتاي، كاين اللي كيستعملوا في لي صالات. بالنسبه للشركه والتعاونيه اللي كيحرصوا يكون عندهم منتوج زعما فيه الجوده، كيحترموا سميتو المواصفات ديال البيو، من الزراعه حتى التقطير حتى التعليب حتى التوزيع.